وبقدم لكم أم غالية علينا كلنا. حبيبتي انتي غالية عليا قوي قوي قوي، علشان فعلا من ذكريات مامتك. زمن الجميل، زمن جميل. فعلا عشنا، كنا بنيجي نقعد في بيتكم 24 ساعة صلاة وصوم ونضحك ونلعب. قد ايه المكان ده ذكرني بالزمن الجميل، ذكرني بالشباب الحلو اللي هو فعلا فعلا حط على قلبه الرؤية دي. انتي بتستخدمي كل وقتك ولسه بتستثمري في زمن كل واحد يقول ايه انا خلاص بقى تعبت انا هرتاح، لكن انتي بتقولي راحتك انك بتيجي وبتخدميها. هو ربنا مديني الوقت دوت، هو ده بتاعه، فانا حاسة انه ضروري اديله وقته، مش هاخده منه، مش هسلبه الوقت بتاعه لان ده بتاعه. فانا بدور على اي حاجة بخدم فيها. انا عندي رؤية في كنيستي للناس التعبانة والظروف اللي زي كده، ما بيكون في حاجة ممكن ابعتها على هنا، اي ظروف ابعتها على هنا. فانا عارفة هنا ان ليا مكان، ليا مؤسسة بتضم حاجة ناس تعبانين، فانا بخدم في كنيستي وفي نفس الوقت ده يعتبر مكان تبعنا. يعني يبعد عن الكنيسة قد ايه؟ محطة صغيرة، محطة مع حاجة، مسافة صغيرة. ماشي، انا باجي ماشية بس لما يبقى في قهوة. ربنا يباركك تعيش حبيبتي. واللي زرعتوه فينا بيكبر، وانتي بتشوفي عملتوا حاجات واحنا اطفال صغيرين، لكن انتي بتكبري وبتشوفي العمل اللي انتي عملتيه بيكبر وبيبقى شجره كبيره. الشجريات الصغننين اللي كنا نيجي نقعد في بيتكم ونضحك ونلعب ونصلي ونتعلم الكلمه وناكل ونشرب، وكنتي تقولي لنا ايه البنات يقعدوا في حته والولاد يقعدوا في حته. ما انساهاش، صحيح ما انساهاش ابدا. تعالي دلوقتي شوفيني. خلاص مفيش الكلام ده. ولا بنات والولاد ما عملتيش كده من زمان ليه؟ الزمن اتغير بينا حقيقي، وانا من النوع اللي بتغير مع الزمن، ما اقدرش اقعد جامده كده. وعشان كده بشتغل في الكنيسه عندي على سن اعدادي، بحبه قوي. ويطلعوا بعد الاجتماع يصوروا سيلفي بنات واولاد وتنطيط وكل حاجه، فيش مشكلة. ده وقتك انتي كان حاجة تانية. طب ينفع ارجع صغيرة تاني؟ متهيألي طلعت عينيكي يا بنت. تعبتيني قوي. طلعت عينيها صحيح. انا وكل المجموعة بتاعتنا. يا بنت كانت شقية قوي. وانا كنت اسكت. ما كنتش اسكت خالص. بس نشكر ربنا. يعني انا عادل لما جيت هنا من الاول ووراني الرؤية والحاجات اللي معمولة، كأنها امتداد، كأنها فعلا. يعني وراني جوابات من الأسيس نبيل وجواني حاجات فعلا، ده امتداد. مؤسسة صديق الطفل ده امتداد، فده زرع من سنين، من أيام الأسيس إبراهيم. هو زرعه وشايفين في السنة. نشكر ربنا. مرسي قوي على اللي انت بتعمليه واللي هتعمليه، وكل ده هيكبر. شكرا كتر، كل ده هيكبر. مرسي، ربنا يبارك العمل. أمين أمين.